كل أب وكل أم بيشوفونا وسألناهم إيه أكتر صفة بتتمنى من كل قلبك إن الصفة دي تبقى في بنتك، تقول أنا نفسي بنتي تبقى شبه العذراء في الحاجة دي، يعني تتمنى إيه؟ أنا عارفة إن الإجابة النموذجية بقى ياريت تاخد منها كل حاجة، ياريت تبقى شبهها في كل حاجة، لكن لو قلنا كل واحد يختار حاجة النهاردة، إيه أكتر حاجة بتحلم وتتمنى إن بنتك تاخدها وتبقى شبه العذراء فيها؟ جاوب. ده سؤال صعب. صعب صح؟ ده أنا أتمنى أن أنا يعني أخد أنا من صفة العذراء وبنتي والناس اللي أعرفهم وقريبهم. أيوة، ما أنا الأول قلت بشكل عام كبار وصغيرين، بس البنات كده بالتحديد ليهم حتة لوحدها في الهدف. بس هو الموضوع صعب، بس أنا هقولك على حاجة، بس أصل واحد بخاف يتكلم، تحس كده إيه يدخل على يأثر في الكلام. لا مش يأثر في الكلام، أدخل على منطقة الفزلكة يعني. فأنا ما بحبش أتفزلك. طب خلاص، من غير فزلكة. من غير فزلكة ببساطة. أي. يعني أنا شخصيا لما باجي يعني أتأمل في حياة العذراء أو بتاع، أو أحضر حتى موضوع مثلا أو بتاع، أنا بحب دايما أتكلم عن العذراء الخادمة اللي بتخدم. ليه بقى؟ لأن هي خدمت وهي صغيرة، خدمت اللي حواليها، وخدمت بيتها، خدمت السيد المسيح لكل المجد، وكان معاه يوسف النجار، وكانت بتغسل وتطبخ وتروح وتيجي بتاع. عرفت ان الإصابات حامل، راحت تخدمها. فهي ماشي تخدم، تمام. حد تروح عرس قانا الجليل بدل ما تروح معززة مكرمة، أم المسيح كده تقعد معززة مكرمة في الفرح، يروحوا تشوف الناس متضايقة وزعلانة وبتاع، تروح تقول له ده محتاجين وهو عايزين، تمام. فهي مش العذراء الخادم، العذراء الخادم هي عندها حته اللي هي يعني عايزه تخدم، عايزه تخدم حتى من غير ما يطلب منها. انا افكرك بحاجه. وقت ما يعني كنا بنزور الاماكن الحلوه كده والمقدسه في القدس، ورحنا المكان اللي كان فيه عرس قانا الجليل، تفتكر انه الناس وهم بيشرحوا لنا المكان وهم بيقولوا لنا، لفتوا نظرنا لحاجه مهمه، لو حد من المعازيم في الفرح وقاعد مش هيعرف ايه اللي خلص وايه اللي ما خلصش. ايوه صح، خلاص. لكن هم قالوا لنا ايه اللي خلى العذراء عرفت ان الخمر خلص وخافت ان الناس تحرك كده، ان الحاجه ده زي الشربات يعني، عشان بس الخمر ده اللي في وقتها كان الشربات اللي بتقدم للناس، لان هي اصلا كانت رايحه تجامل وتخدم مش رايحه تحضر. فدخلت معاهم زي المكان اللي فيه المطبخ والاعدادات والتجهيز كده في المكان ده، وهي معاهم فعرفت ان الحاجه خلصت، فعشان كده طلعت بصوت واطي وهمست في ودن السيد المسيح وقالت له ان ليس لهم خمر. لكن لو حد من المعازيم قاعد ولا احنا عرفنا ايه اللي خلص ولا ايه اللي ما خلصش، قدموا لنا حاجه تانية غيرها، ما قدموش، خلاص كده. فده دليل على اللي انت بتقوله. انا بحب حته الخدمه دي جدا في حياه العذراء. وبعدين تحس ان هي تعلمتها بالفطره، يعني ما حدش علمها. أيوه. قال لها ابقى اخدمي اعملي كذا، هي اتولدت لقيت نفسها في الهيكل في الخدمه. وبتشيل وتحط، وبعدين يعني ما كانتش بتخدم يعني بالشوكه والسكينه، دي كانت بتشيل بواقي ذبائح وتروح تملى الميه وكده. وحتى في حكايه في الناصره احنا يمكن حكيناها واحنا هناك، ان هم بيقولوا ان هي كانت رايحه تملى الميه، فالملاك ظهر لها الاول عند بير الميه، هكذا بيحكوا يعني هناك. وبعد كده راح لها المكان اللي هي قاعده فيه. ففكره الخدمه، فكره ان هي عايزه تعمل، فانا بحب جدا فكره الخدمه، لان الست او البنت او الراجل او اي حاجه، بس لو احنا بنتكلم على البنات النهارده، لو اتعلمت فكره الخدمه وطلعت تخدم بيتها وتخدم عيالها، فيبقى بيتها مستقر وخدمتها حلوه، تساعد اذا لقت جوزها محتاج ان هي تشتغل وتساعد معاها، تعمل كده، تخدم عيالها، تخدم كنيستها، تخدم بيتها، تخدم المجتمع. والحقيقه ما اصعب ان حد يقدم، لان احنا كلنا بصراحه لما بنيجي نقعد كده نفسك في ايه؟ نفسي ياخد، اللي عايز ياخد فلوس، واللي عايز ياخد كرامه، واللي عايز ياخد منصب، واللي عايز ياخد يعني شهره، واللي عايز ياخد، كلنا عايزين 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 عايزين، لكن مين فينا عنده استعداد يدي؟ دي العذراء.